يا الله، السلام عليكم شباب، قواكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، ورجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. واليوم ويانا حمودي، منورني بعد قلبي حبيبي، حياك الله. والله ملك حمودي اليوم، خلينا نشوف عيونك اليوم شني تجيب. وهناك من هناك النوخذة عمي مالتنا، قواك الله ابو خالد. هلا والله اليوم حمودي ويانا اليوم، ها حبيبي حبيبي اليوم. خلينا نشوف حمودي اليوم، اليوم يشلب ويذب حمودي خبره توب، يعجبكم اليوم. خلي باو عندنا حسوني المصور، اي حسوني مكانك خالي. يلا حبايبي، طبعا احنا جينا الساعه بالاربعة تقريبا، وهي اول لوحه لنا، خلينا نشلبها وخلينا نشوف شنو نبيها، تابعونا. يا الله شباب، وهاي الشلبه الاولى راح نشلبها وخلينا نشوف، هاي اول لوحه لنا. يا الله، اللهم صل على محمد وال محمد. القصة حلوة عشديدة، رتبها ها عشديدة. عيونك يا حمدو، حبيبي عيونك. حبيبي حبيبي، يا الله صل على محمد. حمود شنا بالشفرة ما نخطيها ذاتك. قامت تشتغل شوي شوي، ها شوي 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 شوي. يا الله شباب، مثل ما تشوفون خلصنا هاي اول شلبة اني، وهذا الرزق مالها، شوفوا طلعنا لنا ثلاثة، هاي رجعت شلبت. يلا مو صدناك، هذن اثنين وهاي وحدة، مثل ما تشوفون هاي مليطة صغيرة وهذني نعمة. راح نلوح اللوحة الثانية وخلنا نشوف شنو يرزق. اللهم صل على محمد. او هاي الذبة الثانية، هاي يا الله شباب، وهاي اللوحة الثانية طبعا بيد من؟ بيد حمودي البطل. عاش اخوي. شباب طبعا خلصنا اللوحة الثانية وما حصلنا شيء، الحمد لله والشكر. ها حمودي؟ الحمد لله والشكر. ان شاء الله عالجايات، عالجايات هواي، ان شاء الله بقوة الله. على راحتك على راحتك. يا الله شنو بالبطل هاي حمودي. يوم البطل الصورة هاي معدلة، اي خشنة هاي. عاش تيدك، كفو حمدو كفو، عاش تيدك والله معدل، خلها يمك. يا الله حمودي كيف كفو هذا مانتك حبيبي. وهاي حمودي جواك بطل، اي يا حبيبي صلي على محمد. والله ما ادري ولا ادري بيه، بس هاي شنو كان جايتنا بطول، جايتنا بطول. يا الله اللهم صل على محمد وال محمد. ما شاء الله اللهم صل على محمد. والله قضيت حبيبي، والله العظيم ها؟ والله لا 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 مو مبلغ عني، لو بدك مي
قول ما طالقه بالعين هاي كبيره هاي مو مال عينها يا شباب والله كبيره هاي 13 ها شنو 13 هاي مال العارف هذا الغزل مال 13 اي بس هاي مال 13 اي مال 12 اي حلو لا حلو خرافيه هاي مال 13 ما ادري عاد ما شاء الله يا اكبر رب هاي مال 13 هاي اي هذني هاي اخي بس مو هاي ها اي هذا لقط منك هذا روح حمودي نوبة من بعيد يباو على حمودي منك يلقط صار يا بالمد الفوق ابو محمد ابو محمد خويا نروح انا اكل السيحان خويا انا اروح اياك بس بشرطها عندي شروط قبل لا يا بالسطله بالسطله لا تصقنا يا معود انا عدلي بعد عاش حمودي عاش حمودي يا الله شباب مثل ما تشوفون خلصنا اللوحة الثالثة والرابعة هاي الرابعة الرابعة مثل ما تشوفون هذا الصيد مال اللوحة الرابعة اللهم صل على محمد شوفوها هاي الصبورة هم بعدها كلها عدل والله هاي القصة هاي شلونها هاي ما شاء الله ما شاء الله معدل عين 13 وعين 11 هذا اللهم صل على محمد وآل محمد وعاش حمودي عمي عاش هلي 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 بتنوخذي وهذا البلاط وهذا البلاط هاي بنت النوخذي هذا اليوم هنا حمودي حمودي مطول جودة اليوم حمودي خير وبركة يلا شباب اللي هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم اليوم 6/5 مو صحيح؟ نعم. اليوم 6/5 اليوم جمعة طلعنا طبعا من الظهر احنا وهسه الساعة بيش؟ ب 12 ها؟ بالوحدة بالوحدة بالليل هسه طبعا كانت رحلة كلش حلوة وبيها صيد خير من الله بعد مثل ما تشوفوا ما شاء الله حمودي ما قصر اليوم تعال تعال دلنا حمودي خلي يشوفون المعدلات شلون هندني ها حلوات مخاد مخاد حلوات نعمة هاي عينه 12 وعينه 11 وعينه 13 مشكل قصة كلش حلوة وتخبل كل اللي شوي عمي هاي عيون حمودي اليوم اليوم اول يوم ويانا حمودي
طبعا بجهود ابو خالد ها البحار. والله كفو من ابو خالد. يلا شباب نلتقيكم ان شاء الله بحلقه جديده وفيديو جديد. لا تنسانا من اللايك والاشتراك. هي مالك.